البخاري وأخرج مسلم عن أبي هريرة بن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد من بني يقول ليأتين أقوام ويظلمهم مات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك الجمعة ثلاثة كتب عند الله منافقا في كتاب لا ينحى ولا يبدل ومن ترك الجمعة ثلاثة جمع متواليات فقد نبذ الإسلام ولا ذلك فعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات فلا تغرنكم الحياة الدنيا وإنها متاع قليل أما قليل يبنى والآخرة خير وأبقى. وقد قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وبظاهر الوسيلة وحقنا على طلب درجة الربيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدا به بنفسه وثنى بملائكة كرسيه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اصلح بلادك وارحم شبابك واغفر رحمتك واحي بدرك البيت.
Şeyde namı.